أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه إِرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
أخذته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم.